من رفح مراسل عربي أحمد البطة. أحمد، كما تابعنا معك في سياق مداخلتنا السابقة وكما شاهدنا أيضا في هذا التقرير، عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين ما زالت مستمرة في وقت تستهدف الآن ومنذ حوالي نصف ساعة شمال وشرق خان يونس. ما الذي يجري ميدانيا وإنسانيا أيضا يا أحمد؟ هنادي، ميدانيا لم نسجل أي من الغارات الإسرائيلية الجديدة خلال الساعة الأخيرة على الأقل، لكن لا زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض عدة منازل، سواء في المحافظة الوسطى في مخيم سرات إلى الشمال الغربي من المحافظة وسط قطاع غزة، بالإضافة لمنزلين على الأقل في مدينة غزة، واحد في وسط المدينة والآخر في شارع الجلاء إلى الشمال من مركز المدينة، وبهما عدد كبير من المفقودين عدا عن المنزل المستهدف في مخيم سرات والذي انتشل من تحت أنقاضه حتى اللحظة 36 شهيدا، وما زال عدد من المفقودين تحت أنقاض هذا المكان. ميدانيا أيضا نسمع في هذه اللحظات وقبل دقائق من الآن أصواتا للقصف المدفعي التي تطاول المناطق الشمالية الغربية وأيضا الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، وهذه الاستهدافات متواصلة وعلى مدار اليوم تقريبا في هذه المدينة التي لا تزال القوات الإسرائيلية تتوغل في مناطق عدة بداخلها. على الأقل التمركز الأخير في الأيام أو اليومين الماضيين كان إلى الشمال الشرقي منها في بلدة القرارة، وأيضا إلى الشمال منها عند مفترق المطاحن الفاصل ما بين مدينة دير البلح ومدينة خان يونس، أي بين المحافظة الوسطى والمناطق الجنوبية للقطاع. وأيضا هناك تمركز آخر في محيط شارع 5، وهو التمركز الأكبر والذي كان الأطول فترة خلال العملية العسكرية التي بدأت في 5 ديسمبر المنصرم في مدينة خان يونس، وهي العملية العسكرية الأطول في محافظات في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في القطاع منذ 27 أكتوبر المنصرم. هذه العمليات أدت لإلحاق أضرار كبيرة في مدينة خان يونس في الأحياء السكنية وفي المناطق المختلفة، آخرها مدينة حمد التي خلف الاحتلال خلفه دمارا واسعا في الشقق السكنية وفي البنايات، وهذه المدينة التي يعني لم يبلغ على افتتاحها وسكن من فيها من سكان مناطق مختلفة في القطاع سوى سنوات معدودة، كانت مدينة جميلة بشقق سكنية مكتملة وأيضا بمحال تجارية بسيطة يعني بحجم هذه المدينة، وأيضا بها مدرسة وبها مركزا للشرطة، وهي مشروع سكني كان برعاية قطرية موجود إلى الشمال الغربي من مدينة خان يونس، وكان يؤوي عددا كبيرا من الأسر التي لم تكن تمتلك خلال السنوات الماضية على عقار تمليك، وكانوا سواء بالإيجارات أو حتى في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وهي أيضا كانت تقدم هذه الشقق عبر التقسيط المريح لهؤلاء الناس، أي أنها كانت تسند قطاع كبير من الناس. هذه المدينة دمرت بشكل كبير وألحق الضرر بشقق سكنية كثيرة، وأيضا تم تدمير أبراج بأكملها داخل هذه المدينة. خرج الاحتلال وخلف خلفه كل هذا الدمار وأيضا أعداد كبيرة من الشهداء، ولازلنا أيضا نتحدث عن عدد من المفقودين. نسمع الآن هذا الانفجار وهو لغارة إسرائيلية جديدة، لكن بالتأكيد سنتابع حيثيات هذه الغارة الجديدة إذا ما كانت في حدود مدينة خان يونس أو إذا ما كانت في نطاق مدينة رفح. لكن هنادي، أيضا نتحدث عن ملف المفقودين سواء من الذين يعتقلهم جيش الاحتلال أو حتى إذا ما كنا نكتشف في أيام لاحقة أن الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية كما حدث في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة. لذلك الاحتلال لا يبلغ الصليب الأحمر بأي من الأسرى الجدد، وإنما يعتقلهم في معتقلات مجهولة، جميع من خرجوا من المعتقل بعد زهاء شهر أو أكثر من ذلك تحت تعذيب شديد وتحت تغطية أعينهم، لا يعرفون هذه الأماكن، لا يعرفون من معهم داخل هذه المعتقلات سوى بالأسماء لمن هم محيطين بهم. أي حركة لأي معتقل يتم ضربه ضربا مبرحا، وأيضا نتحدث عن إخفاءات قصرية لهؤلاء، هناك من هم مجهولو المصير منذ أكثر من شهرين،
ولم يبلغ الاحتلال أي من الجهات الدولية عنهم، لذلك من نفقدهم ومن يعتقلهم الاحتلال هم في عداد المفقودين، لأن مصيرهم مجهول حتى هذه اللحظة، وكثير هم المفقودين من مدينة حمد السكنية خلال العملية العسكرية التي كانت خلال الأيام الماضية، وأيضا انتشل عدد كبير من الشهداء خلال الساعات اللاحقة للانسحاب الإسرائيلي الجزئي من تلك المنطقة تجاه المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لخان يونس. شكرا لك مراسل عربي أحمد البطة من رفح.